هذه الطلبة يلي ألفها وكتبها أبونا يعقوب الكابوشي إلى قصة طويلة معه. من الأهداف يلي نوضع من أجلها هذا المزار هي عودة المسافرين إلى بلادهم سالمين. يا نجمة البحور اهدي كل التائهين، لا تسودي أذنك عن نداء السائلين. نحن نعلم أنك أقدر عليك اتكالنا قد وضعنا واثقين. وضع كمان صليب على هذا المزار لراحة نفس كل الأشخاص يلي توفوا بأيام الحرب، إن كان بالبحر إن كان بأرضهم هون، ما قدر حدا يقدر يصليلهم. كل حين رجاءنا بعد الإله لا نعود خائبين. أبونا يعقوب بني هيدا المزار وكان كل يوم يصلي على نية كل شخص عم بيسافر: يا سيدة البحر ردي المسافرين إلى بلادهم سالمين.